السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. امتحان النهارده فرانك لامبرت. طبعا الكل عارف فرانك لامبرت، بس قبل ما ادخل في التحدي لازم اوريك حاجة معينة عشان تقدر تشوف عايز تعمل التحدي ده ولا لا. لان فرانك لامبرت طبعا يا جدعان طاقات حلوة بالنسبة لواحد لسه بدأ اللعب. واحد يقول لي يا عم ده احنا داخلين على شهر وكمان وشوية واللعبة معانا. انا بتكلم في نقطة ان انت لسه برضو الريت بتاع اللعيبة مش عالي قوي، يعني ممكن يلعب معاك، بس اللاعب نفسه يا شباب يعني رخيص. تعال ندخل السوق كده ونشوف. لحظة كده اكتب معايا لمبر وشوف سعره في السوق هيكون كام. دور 160، 150، 147، 156، 154، يعني تتكلم في 158 يعني شراء فوري. طب التحدي تقريبا داخل فوق 100، 110، 106، 105 تقريبا. يعني انت تاخد بالك من النقطة دي عشان النقطة دي مهمة لما تيجي تعمل التحدي. فعلا انت عايز تعمل تحدي ولا لا؟ ده هتفرق معاك في النقطة دي، تمام؟ طب واحد يقول لي طب انا ما عندي لعيبة كتير مش ملهاش لازمة وعايز اجرب لمبة، والله براحتك. ده اول تحدي هيكلف 5000 كوين. التحدي برضو سهل ومش صعب، تقدر تعمله، بسيط جدا. خش على التحدي التاني. التحدي التاني هيكلف 9000 كوين. يعني احنا خدنا الاول واحد 5 والتاني 9. هناخد التحدي التالت معانا. تكلفته برضه 9000 كل، برضه مش غالي بالنسبة لثلاث تحديات موجودين حتى الآن. ناخد التحدي الرابع 31، شوية غالي بس ممكن يتعمل لو اللاعب أنا محتاج الفريق أقدر أعمله سهلة يعني. آخر تحدي شكله هيكون كتير. 61000، 61000 كوين فعلا تحدي غالي. فأنت بقى محتاج اللاعب يلعب معاك وعندك كوينات تقدر تجيبه منه، مش عندك كوينات وعندك لعيبة في الفريق تقدر تجيبه برضه ماشي. متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل تعليق. السلام عليكم.